السلام عليكم ورحمة الله أجفل، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من مباشر هذا السهرات يوم 25 ماي 2023، لأنه عندنا يعني أحداث كثيرة، وبما أنه إخواني يتصلوا بنا ويبعثوا لنا فيديوهات، يبعثوا لنا صور، يبعثوا لنا وثائق، يطلبوا منا باش نتكلموا، فاحنا هنا باش في خدمة المواطن الجزائري. نرحب بكل الإخوان اللي راهم يلحقوا بنا، اللي كانوا يستناو فينا، منهم يعني كما العادة خونا مصطفى دحماني، مراد بشيري، اسماعيل المحياوي، يحيى 34، علي لهم الملكان على بالي درك علي لهم، وزبير حدي علي له راهو في باري. نعم يحيى 34 نقول راك في باري، برايدي دو باري. صحة صحة ناهيليا، وعليكم السلام مصطفى الزفلك، مرحبا بكم جميعا في سهرة الليلة، واللي راح نتناولوا فيها بعض المواضيع. لو بون لو بون خونا قاصر سوستارا، نعم الله يحفظك خويا العزيز. الور مامي مرحبا بك، مرحبا بكل الاخوان اللي راه معنا، وتحياتي لكم جميعا. ندخلوا دونك في موضوعنا، المواضيع اللي عندنا اليوم. الموضوع الرئيسي هي بهدلة للجزائر، توقيف قائد أركان جيش البوليزاريو، وقفوه يعني في بنما، محمد الوالي عقيق اللي هو قائد أركان الجيش تاع البوليزاريو، حكموه هارب 65,000 دولار. تكلموا عليه فيما بعد، وهذا صحيح بشنقريحة، وبعد نوركم تصويرته مع شنقريحة. باش نتكلموا كذلك على كتاب جديد خرج اليوم، راي الناس كامل تكلم عليه، كاتبين زوج فرنسيين خبراء في العرب، جون لوي لوفي وبول تولا، اسمه لو مال الجيريان، الشر الجزائري. يتكلم على النظام الجزائري، يقولون الجزائر ما هيش دولة إنما هي نظام، سان سيستيم. لا جي ني با ان بي مي ان سيستيم. نتكلموا عليه هذايا، كما راح نتكلموا نرجعوا على موضوع زيارة تبون إلى البرتغال، اللي يعني كثرت الهضرة عليها، لأنه الشيء اللي حصل في هذه الزيارة عمرنا ما كنا نتوقعوا أنه الجزائر تهان بمثل هذه الإهانة. هذه نتكلموا ثاني، لحقتنا صور أخرى عن الفيضانات تاع اليوم، ونتكلموا على معاناة الجزائريين في فرنسا، وكذلك صور عن حديقة بن عكنون اللي تندارت في سنوات الثمانين، تندارت في نهاية السبعينيات، واني في لزاني كاتروفان، بداية لزاني كاتروفان، الناس يروح يحوشوا فيها، يديروا فيها هكذا، ودرك تشوفوا الوضع اللي راهي فيه. يعني المشكلة تاع الجزائر هو مشكلة السيير، تبدأ من أبسط نقطة، راكتو من الزيقوات تطلع حتى رأس الدولة، كل شيء حابس. نبدأ بالموضوع الأول، مادام نتكلموا على الفيضانات وعلى التسيير وعلى كذا، نشوفوا هذه حكاية حديقة بن عكنون واش صار لها، حديقة تسلية، هذه شوفوها بعد الجنجل.
الشباب.